هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا الأعزاء، تحياتنا لكم. ما زلنا مستمرين معاكم أكيد على الهواء مباشرة ببرنامج جوك وفقراتنا المتعددة اليوم وضيوفنا الرائعين. طبعاً يعني بظل أزمة فيروس كورونا المستجد وفي ظل فرض الإجراءات الاحترازية الوقائية للتصدي لها الموجة الثالثة اللي احنا ندخل فيها، عدنا لمرحلة إغلاق بعض القطاعات للحد من التجمعات والالتزام بالتباعد الاجتماعي. ومنها للأسف أنا برأيي يعني من الناس اللي زعلانين على هذا القرار اللي هو إعادة إغلاق النوادي الرياضية. طبعاً بعد هذا القرار صار لازم نفكر، وكثير ناس من الرياضيين واللاعبين الرياضة يفكروا بعض الحلول للقيام ببعض التمارين والأنشطة الرياضية ولو يعني بحدها الأدنى لنتجنب الخمول والكسل وقلة الحركة. طبعاً يعني عشان نحكي أكثر عن هاي الحلول، نحكي أكثر عن يعني شو ممكن يكون في تمارين بسيطة بالبيت نقدر إنه نلعبها ونضلنا محافظين على لياقتنا. اسمحوا لي يعني حالياً أرحب بالمدرب الرياضي الكوتش أحمد المعايطة. كابتن أحمد، يسعد صباحك. صباح الورد أسامة، كيفك؟ شو الأخبار؟ الله يسعدك، والله كله تمام الحمد لله. بعرف يعني بالبداية تأثير إغلاق النوادي الرياضية على نفسيات الرياضيين، وبعرف وجهة نظر الرياضيين اتجاه هذا الموضوع. يعني هاي بجوز لثاني أو ثالث مرة تغلق النوادي، فنتمنى أنه يا رب ترجع الأمور تمام ويرجع الوضع الوبائي أحسن إن شاء الله على نوادينا ونلعب وتكون الأمور 100%. ولكن يعني الله. كلنا يا رب آمين، كلنا محتكمين كابتن أحمد للظرف اللي إحنا موجودين فيه. إيش هي التمارين اللي بشكل عام بيقدر واحد يلعبها خارج النوادي الرياضية وخارج يعني بيته؟ هلا في ناس ما عندهم القدرة مثلا يشتروا عدة رياضية ب50 و60 و100 يقدروا يسلكوا حالهم. إيش ممكن في بدائل نقدر إنه نعملها في البيت عشان نضل نحافظ على لياقتنا كابتن؟ هسا أول إشي التمارين الرياضية تنقسم يعني كثير أقسام، يعني بنقدر نحكي ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3. تمام. هسا بدنا نحكي تمارين في البيت مبدئيا. هسا تمارين البيت كثير سهلة. الحلو إنه على اليوتيوب صار يعني بتقدر تحط ورك أوت إت هوم، بعطيك يعني مجموعة تمارين كثيرة. تمام. هذا أول إشي، يعني بيقدر يعمل بوزن جسمه اللي إحنا بنحكيها بدي ويت. بيشتغل مثلا تمارين بطن، بيشتغل للأبر بدي، بيشتغل للور بدي، ومش محتاج أي نوع من أنواع الأدوات يشتريها مثلا من أماكن رياضية. تمام. هاد واحد. هسا نحكي زي ما انت حكيت، اقل ما فيها نعمل اقل اشي عشان نحافظ على رياضتنا. نقدر نطلع برا مثلا نعمل ركض لمدة نص ساعة او ساعة، او طبعا مثلا مشي سريع اساس نحافظ على اللياقة 100%. طيب تمام كابتن. هلا لنفرض برضو كمان، خلينا نحكي توافرت القدرة المادية إنه إحنا نجيب أدوات على البيت، توافرت المساحة على البيت، شو الأدوات اللي بتنصح المتابعين يجيبوها عشان برضو كمان يتمرن تمارين رياضية ولو بسيطة في المنزل كابتن؟ هسا زي ما حكيت لك نفس الإشي، هون بنقسم ليفل 1 ليفل 2. تمام. هسا مثلا بنبلش دامبلز صغير. تمام. 2 كيلو 3 كيلو حسب قدرة كل واحد قديش بيقدر يحمل. نعم. في عنا كثير أدوات نقدر نستخدمها في البيت زي الـ TRX، زي الـ Rubber Band والـ Resistance Band. هدول يعني هدول أدوات نقدر نعمل فيها كل التمارين الرياضية، وأصلاً إحنا كمان بالجيم نستخدمها أساس نعملهم تمارين رياضية، مش بس بالبيت بنعمله هدول. يعني إحنا كنا نستخدمهم بالجيم نقدر نحطهم في البيت ونعملهم تمارين في البيت، وكل الأدوات نقدر نعملها لكل العضلات وكل يعني نقدر نحكي الأشياء اللي إحنا ممكن نستفيد منها. ممتاز كابتن. طيب السؤال، شو الأوقات المناسبة برأيك للتمرين؟ يعني أنا من الناس مثلا اللي أيام ما كانت النوادي الرياضية فاتحة، يمكن أنا شوي بعيدا عن البادي بيلدينج، أنا مثلا لاعب بوكسينج
فكنت أختار مثلاً الوقت الصباحي، بحس الصبح ممتاز جداً الوقت. برأيك هل في وقت معين، إنه حتى لو حكينا عن تمرين البيت، في وقت معين صحيح للتمرين ولا كل الأوقات صحيحة للتمرين برأيك؟ هسا كل الأوقات. يعني أنا بدي أقول لك عن تجربتي، أنا مرة جربت أتدرب الصبح ما قدرت، يعني أنا ما قدرت، فأنا دائماً بتمرن فترة الظهر بالنسبة لي. هسا كل واحد له يعني وقت تمرينه متعود عليه. بفضل كمان اللي كان يلعب بالجيم، مثلا كان يلعب فترة الصبح، كان يلعب فترة الظهر، يضل يستمر على نفس النظام اللي هو فيه أساس، نحافظ على اللايف ستايل تبعتنا، نصحى الصبح نفطر الفطور، نتغدى، بعدين نتمرن حسب وقت تمرينه، طول اليوم نحافظ على اللايف ستايل تبعتنا. لأنه إحنا مثلا إذا يعني لا سمح الله إذا استمرت فترة الإغلاق بصير في عنا شوية كسل، وهذا الكسل بعدين هات ارجع مرة تانية اعمل تمرين رياضية مرة تانية. فهي شغلة مش شغلة. في شغلة ممكن حد يستفيد منها للناس اللي بتخفف وزن، تمام. الفترة الصباحية كتخفيف وزن كثير ممتازة على أساس حد يعمل فيها كارديو. يعني ممكن يطلع فترة الصبح يركض، ليش؟ لأنه بكون يعني أنظمة الطاقة عنده بأقل حد، لأنه بكون نايم مثلا 8 ساعات، فبالثمان ساعات هاي بكون هو أصلا عم بحرق، بحرق هي أنظمة الطاقة اللي عنده. هسه لما يروح يركض الصبحيات تكون نظام الطاقة عنده كثير قليل، فالحرق الدهون راح يكون أعلى من لما يكون لما يكون يفطر بعدين يتغدى بعدين يلعب رياضة. أما الناس مثلا ده تعمل بادي بيلدينج، ده تزيد وزن، ده تزيد عضلات، أفضل مثلا تاكلها وجبة قبل ساعة ونص أساس إنه يصير في طاقة يقدر يعمل تمارين رياضية مثلا بشدة عالية. 100%. بس أنا بالنهاية بدي أحكي شغلة ما بعرف توافقني، يعني بالنهاية اللعب داخل الأماكن المخصصة للعب يعني مش ممكن، ما فيش إشي ممكن يعوضه كابتن، صحيح؟ يعني بنحكي إشي أحسن من إشي، يعني بلا أهوى من بلا شمال. أول إشي يعني فاهم كيف؟ يعني طبعا طبعا بكون متعود مثلا على 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 جيم في أوزان معينة موجودة، في عنده خيارات كثيرة بتكون في الجيم، بكون في عنده يعني بكون في عنده خيارات كثيره، بكون في عنده موتيفيشن انه في إشي راح يشده يوديه هناك. هاي الشغله في معاه مثلا، في معاه ممكن يكون الشريك معاه في النادي، او مثلا يكون في عنده مدرب خاص، في حدا متابعه. هاي الشغلات، هاي الشغلات تعمل موتيفيشن واحد يروح على الجيم. بس لما يصير في البيت في بصير شويه كسل، صح؟ بس هون الفكره انه واحد لازم يلتزم 100%. يعني أنا كابتن بدي أشكرك، إن شاء الله بترجع النوادي بتفتح إن شاء الله، وبترجع 100% وبنرجع بنشوفهم، يعني نشوفكم جميعا يعني بنرجع الجمال، صحة كويسة الأمور 100%. بدي أشكرك يعني كابتن، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شكرا لوجودك معنا، الله يعطيك العافية. ولا يهمك، هلا كابتن، أهلا وسهلا.